ثلاث غرف في منافعهم وساحة ديار بيت على قده. طب هدول شو بدهم يجيبوا بهالمنطقة هي يا أبو سليم؟ أنا عندي رأي. شو رأيك نلاقينا واحد نطمس على قلبه نعمل له داكيشة لهالبيت ونلبسه إياه؟ ليش عم تحكي هيك حكي؟ نحن بدنا نبيع البيت، ما بدنا نغش حدا ولا نأذي حدا. هلا هيك عم نغش حدا؟ بيع شري هاد ما في شيء، والداكيشة ما لها سعر، بعدين حلال على الشاطئ. انت اليوم وجعت لي راسي، شهادتكم هادي بتطير العقل. هيك ابو سليم نحن شغلتنا نقيم طربوش هاد نحطه على هاد. لا اله الا الله، تفضل دكانتي. دايما ان شاء الله صحة وعافية. اهلا وسهلا. لا فيك سلام وديك يا ايه يا ابي، توكلنا على الله مثل ما بتريدوا. ألف شكر إليك خالتي أم أحمد، وإن شاء الله أقدر أحسسكم أني واحد منكم، لأني راح أحسبكم عائلتي، يكون همكم همني وفرحكم فرح. وهي القهوة جاهزة. تسلموا هالدياك. يا رب إيديك. تفضل. تسلموا.
اسمعي يا بنت، انت اعتبارا من كم يوم، لا قصدي من اخر الشهر، زوجتي رسميا. مش على البيت، يلا نحن ما عندنا بنات يطلعوا برات البيت. خلص بقى لؤي، بكفي غلاظة. طيب مثل ما بدك. سامية خدي هدول وصليهم لأحمد. بالمناسبة أحمد لازم يتفتح على الدنيا أكثر من هيك. شلون يعني؟ يعني لازم يطلع يشوف الدنيا، يحكي مع الناس، يخالطهم. على كل بعدين نحكي بهذا الموضوع. امشي هلا. امشي. كل واحد من الناس عرف اللي عنده بعد ما جربه يا أبو سليم. لما بسمع المديح عن الشغلات اللي عنده بيطنش، بيعمل حاله ما سمع. لكن لما بيسمع الحديث عن الشغلات اللي عند غيره بصير كله آذان صاغية، بصير هذا هو الحلم اللي حلم فيه طول عمره. شغلات غيرنا منحبها ومنعرف نتعامل معها منيح يا أبو سليم. بعد ما نزلت من الضيعة شو اشتغلت؟ أوهو، كل شيء، كل شيء بيخطر لك اشتغلته يا أبو سليم. اشتغلت باطنجي، نجار موبيليا، بيع خضرة، إلى أن اشتغلت بالتجارة، وهي الثانية اشتغلت فيها بكل شيء، استيراد وتصدير، بيع عقارات، سيارات، بيوت. بس ما عم برتوي يا أبو سليم، بدي الفرصة، الفرصة اللي خلت الكبار كبار، حتى صاروا يقنعوا الناس بأنه الليل نهار. بدي الفرصة اللي توقف القهر اللي بصدري. أعوذ بالله. شو يا رجل؟ خلتني إلها ثم واقف. شو قصتك؟ المصاري يا أبو سليم. المصاري صارت هي الضوء بعيون الناس. صارت هي الحب والقيمة والقدر والعز والطول والعرض. ومن غير المصاري الواحد صار ولا شيء، فقاعة، مجرد فقاعة صابون. يعني بالمحصلة شو الانطباعات اللي كونتها؟ يعني أنا ما بعرف بحكي منيح، بس عجبتني القصص، أو أغلبها عجبني. شو اللي ما عجبك؟ يعني شو بدي أقول لك؟ هلأ مثلاً الشاب اللي بنشوفه أمي في الحياة، يعني أمي بحكيه، أمي بتصرفاته، فجأة بتلاقيه تخرج من الجامعة. يا ترى بالحياة في هيك؟ يعني مثل ما أنا كاتب أنت؟ اسمع، أنا راح أرجع أقراهم ونحكي بعدين، شو رأيك؟ ماشي. يعني أنا أحياناً بتمنى أكون مثل غيري، أطلع شوف ألعب، بس لما بطلع ما بلاقي شيء أعمله، برد برجع لغرفتي، نفس الكتب، نفس الترتيب، نفس الحيطان، كل شيء مثل ما تركته. بقول لحالي معلش، مثل ما بتقول أمي، بعد ما أتخرج بشوف شو اللي بدي إياه وبعيش مثل ما عايشين هالناس. ايه يا ابو حميد، بس نحن مدرس مشان نعيش. يعني الدراسة المفروض تسهل الحياة وتطورها، وانت المفروض تعيش تجربتك، اطلع شوف الدنيا.
اسمع، انا عازمك بكره على اي مكان. عازمني الي؟ ايه عازمك الك. طيب شو يعني اي مكان؟ يعني بنطلع بنتمشى وبنحكي وبعدين بنقرر وين نروح. ماشي؟ ماشي. يلا. خلاص انا صار اسمي عيب وشكلي عيب، وين ما مشيت بالطريق الناس بتأشر علي وكأني طاعون. لك يا ابني مين فيني غيرك؟ من غيرك ما بقدر اساوي شيء. ايش انا شو بقدر اساوي لك هلا؟ شو بقدر اساوي؟ ها؟ واحد مطرود من شغله، انا عايش على تعبك، واذا بقيت هون رح ازيد بهمك. يا ابني ما بقدر اعيش لحالي، لا تتركني الله يرضى عليك، لا تتركني. معلش يا أمي، معلش مثل ما عشت وأنا بالسجن بتعيش وأنا غايب، وإن شاء الله برجع وبنشوف الخاطر مكان. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. فايز 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 الله يرضى عليك. يا ولدي يا ولدي. شو أمي؟ ليش قاعدة بهالعتمة؟ ما في شيء. شو؟ شايفتك لابس. ايه امي، انا طالع اتمشى شوي. بهالليل؟ وين بدك تروح؟ احمد، اذا في شيء قل لي. يا مو، انا ماني ولد صغير. بعدين الساعة لسه 8. بس مشان دراستك. انا صبي من الصبح عم بدرس. مليت من الحيطان. بدي اطلع اشوف الدنيا شوي. احمد الله يرضى عليك، انا هالشغلات كلها مو عاجبتني. اولا عندك فحص، وثانيا وين عم تروح بهالليل؟ يا امي قلت لك انا ماني ولد صغير، بعدين انا بعرف اقدر مسؤوليتي مزبوط. ايه بلا حكي فاضي. تفضل روح اتمشى وارجع بسرعه، وارجع مشان تدرس كمان، فهمان؟ يا أمي مزبوط، أحمد ما عاد صغير. سامية، ممكن تتركيني تروحي لشغلك؟ يا ماما، يا ماما أحمد رجال وراح يصير دكتور. قلت لك اتركيني روحي لشغلك يا بنتي. طيب ماما، حاضر، بس أنت روقي، خلص روقي.
شوفي شبي، ما في شيء. بلا، شايفتك مهمومة ومتضايقة. شوفي، قلت لك ما في شيء، روحي لدراستك. خلصيني، روحي لدراستك. الندوة ممتازة والمحاضر فهمان كتير. لأنه فهمان كتير هو اللي أدار الندوة. أنا يا ريت من زمان كنت أحضر هيك محاضرات، يعني صار عندي خيال جديد. ما صار شيء أبو حميد، لسه الخير لقدام. أنا تأخرت ولازم روح على البيت، هلأ أمي بتعمل لي مشكلة. طيب ماشي، بس بكرة في أمسية شعرية وبتصور رح تكون ظريفة، شو رأيك نحضرها سوا؟ ماشي ماشي ماشي. سلامات ابو حميد. يا هلا. شو ليش ما اجيت امبارحه؟ يعني دراسه وسرقني الوقت. بس انا تميت مستنيك من الساعه بالشارع، قلت لحالي في شيء مشان هيك جيت اطمن عليك. انا اسف، اكيد مو قصدي. يا سيدي مو مشكله. اخي اليوم الساعه 4 في ندوه ظريفه، فشو رايك اعزمك على الغداء وبعدين نحضرها سوا؟ بس شو بس؟ عندك شغل؟ لا شغل ما عندي. بس احمد الموضوع ما بده تردد، موافق ولا مالك موافق؟ ماشي ماشي. اصبح شرف. ليش قاعدة برا؟ في لسعة برد؟ وين كنت لهلا؟ كنت بالمركز الثقافي عم بحضر ندوة. ها، ناقصنا ندوات كمان. ماما شبه؟ شو شبني؟ أمي الله يرضى عليك، أنا كل هالشغلات ما بفهم فيها. شو نسيان إنه فحصك على البواب؟ يا أمي أنا ماني مقصر بشي، تركيني شوف الدنيا شوي. ايه شوف الدنيا على كيفك مثل ما بدك، بس بعد ما بتتخرج. اما هلا لا، بدي اياك الاولي. تفهم شو معنى الاولي؟ يا امي مو معقول، خليني اتنفس بس شم الهواء. تتنفس لك يا ابني؟ انا كل هالشغلات عم ساويها مشانك، انا عم ساوي كل هالشيء لك. يا امي بعرف بعرف انه عم تساوي كل شيء منشاني، بس انا انسان بني ادم، خليني اشعر مره واحده بس اني بني ادم. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلين وسهلين. تفضلوا استاذ وليد. لا والله تفضل شرف. تفضلوا، اهلين وسهلين. بسم الله. يا ستار يا رب. تفضل. مرحبا يا اختي. اهلين وسهلين، عن اذنكم دقيقة. تفضلي. حلو البيت، ظريف. بس هي هي الفرصة الوحيدة اللي لا يمكن يحلموا فيها غير مرة واحدة بعمرهم. بس بشرط واحد يا أخي أبو سليم. شو هو؟ لما منقعد مع الزبون ما بيحكوا لا كلمة، أنا اللي بحكي وأنا اللي بنهي. على راسي. ميت أهلين وسهلين، تفضلوا ارتاحوا. قبل ما نرتاح أستاذ وليد بده يحكي معك كلمتين. خير إن شاء الله، شو هن هالكلمتين؟ في واحد يا أختي عنده سيارة تاكسي عمومي، ظريفة كتير، خامية.
شمعات ولا أظرف من هيك. بدنا ناخدها منه وناخد كمان مليون ليرة ونعطيه هذا البيت، شو رأيك؟ يعني نحن بدنا نسكن بالتاكسي؟ لك شو نسكن بالتاكسي يا أختي؟ كيف منسكنكم بالتاكسي؟ لا لا لا، سيارة تاكسي من أجرها، بتجيب اليوم من 700 لـ1000، يعني أقل شيء بالشهر 20,000 ليرة. طيب وبعد ما نسد ديوننا وين بدنا نسكن؟ راح تسدوا 600,000 ليرة دين، وبيضل معكم 400,000 إذا بدكم أنا بشغللكم إياهم وبعطيك 20,000 ليرة عليهم بالشهر. شو هذا أبو سليم؟ ما بعرف، سمع ابنك. إيه بس لهلا أنا ما فهمت ودي اسكن. رح أستأجر لك بيت يا أم فايز أحسن من بيتك هذا بمئة مرة بـ20,000 ليرة بالشهر، بزيد معك بالشهر 20,000 ليرة تانية بتعيشوا فيهم فوق الريح. صحيح يا أبو سليم. اسمعي منه بالأول، بعد ما تفهمي قرري. هذا الحكي كله بيتنفذ بالحرف الواحد يا أم فايز، بس بشرط لما بنقعد بتقولي أنا اللي بحكي وأنا اللي بأمر وبنهي، ماشي؟ وإذا حكيتي ولا بد بتقولي إنه البيت جاب لكم 2,000,000 ليرة وما رضيتوا. بس البيت ما جاب أكتر من 1,500,000. هلا أنت شو رح تخسري يا أم فايز؟ كلها كلمة ونص، طشيهم وخلاص، وأنا رح جيب لك واحد يقول مستعد يشتري هذا البيت بـ2,000,000 ليرة، وبخليه يدفع لصاحب التاكسي 25,000 ليرة معبون، بيقوم بيصدق صاحب التاكسي وبيشتري، والله يسامحه بـ25,000. يا لطيف، شو ها؟ شو هاد أبو سليم؟ ما بعرف يا فايز، هذا شغلك وقراري، وأنت وضميرك تصفلوا. معنى الشغلة فيها شيء بيغضب الله، لا، لا. ليش لا يا أختي أم فايز؟ هذا بيع وشري، والبيع والشري شطارة، شبنا، أنتم محتاجين وظهركم مكسور. أخي، نحن بدنا نبيع البيت بس بالطريقة اللي ترضي ضميرنا فيه. أبو سليم تشربوا قهوة؟ لا يا أم فايز، تفضل يا أستاذ وليد، عن إذنك. حول ولا قوة إلا بالله. شو؟ سيارة؟ بيت؟ استغفر الله العظيم يا رب. ايه ابو حميد، شو انطباعك عن الشعر؟ فهمت منه شيء؟ لا الحقيقة ولا انا. هلا هو الشعر بيختلف تعريفه بين الناس شيء؟ يعني فيك تقول ايه وفيك تقول لا. طيب نحن بنفهم الشعر وقت اللي بيمتعنا وبيصير خيالنا، صح؟ احمد انت عم تحكي شيء مهم جدا وبده قعدة، بعدين نحكي فيه. تشرف. شرف. بقى شو قلتي يا أم فايز؟ مرحبا. أهلين عمو سامية. شلونك يا عمو؟ أهلين يا عمري، أهلين. السعر مو قليل هي. هذا اللي اندفع بالبيت لحد هلا. هاي صلنا ساعة لفينا على 20 مكتب وعرضنا على 20 زبون، شو بدنا نعمل؟ البيت هذا سعره. طيب خليني أفكر شوي بالموضوع. الله يوفقك أبو مصطفى. فكري على مهلك أختي فايز، بس نحن لازم نخلص من هالورطة أنت وأنا. رح أعطيك الفرصة كاملة مشان لا تنظلمي وتحمل أنا. تعرفي أنا كفيل لا نقى إلي ولا جمال. فكري على مهلك، خاطركم. الله معك. شو اللي اندفع أمي؟ وين زبون؟ شو القصة؟ بدي بيع البيت. شو هالحكي؟ وين بدنا نروح؟ نشترينا شي غرفة، مسدد ديوننا لبين ما الله يدبرنا. شو هالقرار المفاجئ هاد؟ ما انتي شايفة، شايفة الحال يا بنتي، شغلي وشغلي ما عم يكفي. نستأجرنا بيت لبين ما اخوك يخلص دراسته. هلا هي اخرتها؟ نتشنطط بالأجار؟ اوعي تجيبي لاخوك سيرة بمرها، ما بدي شي يشغله عن دراسته. أولتها وآخرتها رح يعرف.
شو بك يا ماما؟ يا بنتي أنا تعبانة كتير. أخوك أحمد هو أملنا الوحيد بهالحياة، ما في رجال غيره بحياتنا. صاير عم يتأخر، أنا خايفة عليه، أعصابي تعبت وجسمي عم ينهد. يا ماما لا تخافي، هلأ بيكون. مساء الخير. شو بكون جمدتوا؟ شو بعمركم ما شفتوا واحد مبسوط؟ مبسوط؟ هي أمي مبسوط ولا ما بدي كان يكون مبسوط؟ أنا بدي إياك تكون مبسوط أكتر من العالم كله، بس بدي أفهم شو عم يصير. أمي ليش هيك معصبة؟ غلي قلبي عليك كتير، وين كنت لهلا؟ كنت عم بتمشى أنا ولؤي، شو صار بالدنيا يعني؟ أنت ولؤي؟ وين عم تروحوا؟ لا إله إلا الله، ليش هيك عم تعملوا؟ ليش بدكم تغرقوني بشبر مي؟ أنا بدي أعرف لما تتأخر وين بتكون؟ ماشي أمي، حقك تعصبي وحقك تقلقي، بس أنا ماني ولد صغير. يا أخي مانك ولد صغير، بس ما بتصغر إذا قلت وين رايح وقديش بدك تغيب. عن إذنكم، أنا عندي دراسة. شو ها؟ شو اللي عم يصير؟ معقول الثاني عم يروح من بين ايديه؟ يا ماما الله يخليكي لا تكبرية هيك، بعدين أحمد شاب ولازم ياخذ حريته شوي. هذا هو لا تعبري. قولك بتلحلح؟ سميرة بلا غلاظة، غريب إجا لعنا. مرحبا. أهلين. عفوا. أنا اسمي أحمد. أنا اسمي أحمد الغنام. إيه شو يعني؟ عفواً رفيقتي عم تمزح، أنا اسمي سميرة وهي عليا. حضرتك طالب طب ما؟ نعم أنا طالب طب وحضرتكم. أنا وزميلتي أدب إنجليزي، على إذنكم. يا أنسي، أنا قصدي مو سيء، بترجاكي لا تجرحيني. إيه بس أنا عندي محاضرة. طيب أنا إذا أسأت بشي بعتذر وبمشي فوراً. لا ما هيك قصدي بس. طيب ممكن نحكي كلمتين؟ ماشي تفضل. رجعي تأخر من أول وجديد، أخوك عم يناكتني. ها يا أمي هدي أعصابك شوي. ما بدي هدي أعصابي، الأفندي داير ونسيان إنه عنده فحص، ما بدي أعرف وين عم يروح. يا أمي قال لك عم بيروح مع لؤي. خليه يترك لي هلا لؤي، خليه ينتبه لمستقبله ودراسته وفحصه بس. أحمد. صفير أمي. وين كنت؟ كنت عند لؤي. ايه يعني حكينا شوي ويعني. ولهلا؟ لك يا أمي فهميني، أنا ما مالك ولد صغير حافظتها، بس الكبير بيحس بالمسؤولية وبيعرف شو صاير بالدنيا. تسمع على خير. ماما قلقانة كثير على أحمد. أحمد تغير وبدي إياك تتركه لحتى يعرف يكفي دراسته. يا سامي يا أحمد طبيعي يشوف الدنيا، واللي مو طبيعي إنكم تقلقوا عليه بهالطريقة وتحرموه عيش شبابه. هلا حضرتك رح تعمل دكتور نفساني؟ وأنت حضرتك بدك تعملي خناقة؟ يا سلام. أصبح افتحي أدنيكي واسمعيني منيح لما بحكي. يا سامي أخوكي أحمد بيعنيني مثل ما بيعنيكي، وطبيعي جدا كل واحد منا يكون له رأي لما بتنطرح قضية أي واحد فينا. ما بدنا نعمل أحمد نموذج للتجارب على حساب دراسته وعلى حساب طموحات وأحلام أمه. بعدين يا أخي في إشياء بتنترك للناس يصطفلوا بحالهم فيها. وبعدين معك يا روح أمك.
تعال تعال يا عيوني. حملي صار كتير كتير كبير علي يا بني، تعبت. أختك سامية كبرت، أخوك أحمد كبر، وأنا ما عم بعرف شو عم بيصير يا بني. طيب احكي لي عنك. شو بدي احكي لك؟ طالب طب سنة خامسة وبقيان لي سنة واحدة لحتى اتخرج، وعندي ام ما في اروع منها بالدنيا، واخت ظريفة كثير كثير. اصلا بكره بس تتعرفي عليهم رح تحبيهم كثير. وانتي؟ وانا شو؟ احكي لي عنك. انا طالبة ادب انجليزي من ضيعة كثير كثير حلوة، وما بحب الأطباء. وليش بقى؟ هيك من أنا وصغيرة بخاف من الإبر. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين وسهلين اخي ابو سليم، تفضل. يا ميت اهلا وسهلا. اهلين، كيفك اختي فايز؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله بخير من الله. تفضلي اختي. شو هدول؟ مصاري زايدين معي، بينفعوكي؟ لا بكفي، ذبحتنا بمعروفك ووقفتك معنا، بدك ما تاخذني، ما رح اقدر اخذه. اختي فايز، انت مثل اختي واولادك اولادي، خذي الله يرضى عليكي. خاطري ما عم بقدر. طيب فهمني، أنا غلطان شي؟ لا أبداً، بس ضروري كتير أمك تفهمك وتشوف الأمور مثل ما أنت شايفها. هلأ ما بتعتقد أنه من حقها تخاف عليك لأنك ما عاد اهتميت بالفحص؟ حقها، أكيد حقها، بس أنا ما رح خيب أملها أبداً. يا أحمد، أمك قلقانة عليك كتير لأنه متأملة منك أشياء كبيرة. بس أنا على طريقتها كنت يابس من جوا، كنت بحاجة للهواء، للأكسجين، لشوفة الطبيعة، كنت لازم حس إني إنسان. يا أحمد، كل هذا أنا عرفان ومقتنع فيه، بس في شي لازم نفهمه منيح. لازم نقدم شي للناس اللي بيحبونا، وأحياناً بيكون كبير كتير. بس كل إنسان له طاقة. صح، إذن بالأول اكتشف حجم طاقتك. ما فهمت. مو كل شيء لازم ترجم لك إياه، فكر
ولا اتركني لحالي بلا مطرود قبل ما تهرب الافكار من راسي. في شيء مهم ولازم اكتبه. روحت قاسي كثير يا بنتي، بتخلي قلب الواحد كل دقيقه بتنصدم. لما الانسان بيحس حاله انه ما له حدا بصير اي شيء بخوفه، وهيك عم يصير معي. انتو مو بس ولادي، انتو كل شيء بحياتي. خاف عليكم من الهواء، خاف عليكم من الشمس. يمكن الطريقه اللي عم بعاملكم فيها غلط، بس مو بايدي، ملوعه وظهري مكسور. سلامة قلبك يا أمي، صدقيني بنفديكي بعمرنا وما رح نعمل إلا اللي بيرضيكي وبتفتخري فيه. أنت مو بس أمي، أنت أمنا وأبونا ومثلنا الأعلى. لك روحي الله يوفقك ويسعدك يا رب. تعرفي يا عمري هالكلمتين اللي قلتي لي ياهم لك نشنشوا الدم اللي بعروقي. أمي لا تضايقي حالك وتضايقي، خلينا نجرب الهدوء. مسا الخير يا احلى تنتين بهالدنيا. شو ها؟ شو كل هالحكي الحلو لك ابو حميد؟ كيفك؟ كيفك يا اغلى واحلى ام بهالكون؟ ايه حاجتك بلا تلبسه. لا يا امي شو هي تلبسه؟ نحن مين إلنا غيرك؟ اصلا لما بنضحك بتكوني انت السبب. ايه تعا عود كلك لنتين وخلصني. لا عمي شو هذا، اكل ما اكل ماني فاضي، عندي دراسه وفحص على البواب. ما بيصير لازم تاكلك لنتين. خلص بقى يا اخي عود وكلك لنتين. يا جماعه ماني جوعان. يا معقول نضل بلا اكل؟ امي بس جوع بقلكم بعثوا لي اكل. السلام عليكم. عليا معي 50 ليره. اسمي ساميه دكتور مو عليا. ساميه معك 50 ليره؟ وليش هدول؟ إذا معك أعطيني وبعدين بليك. معي بس ليش هدول؟ أختي بكرة أنا عازمك على مقصف الجامعة، بدي أسيكي كاسة شاي الساعة 11 مشي؟ لا ما مشي، لأنه حضرتك بتعرف إنه بكرة الصبح عندي دوام. خدي إجازة، بدي إياكي ضروري الساعة 11 مشي؟ مشي ولو إني ما فهمت شيء. السلام عليكم. شو صاير له؟ علمي علمي. مرحبا. اهلين سامي، شو جابك هلا؟ انت شو اللي جابك لهون؟ انا مره اللي عندي احمد وقال لي بده ياني بهالساعه. وانا كمان هيك قال لي امبارح. معقول؟ شو القصه؟ هلا بنعرف. ما قلتي لي كيف حماتي؟ مسكينة الله يعينها. خير شو بها؟ قررت تبيع البيت مشان ما نحتاج ونقدر نوفي الدين، وقال بدها تكون أكرم منك. شلون يعني؟ ما فهمت؟ طيب ليش ما قلتي لي؟ يعني كنت محرجة وبعدين قلت ما في داعي اشغلها. طيب ممكن هلأ تفهميني شو القصة؟ ما في قصة، قلت لك قررت تبيع البيت بس المشكلة ما عم نسترجي نقول لأحمد منشان ما يجي. أحمد اسكتي هلا. مين هاي اللي معه؟ ليك النمس ليك. مرحبا. يا أبو حميد أهلا. أهلا وسهلا. عليا سامية أختي وأستاذ لؤي خطيبة. تشرفنا. يا أهلي. أنا جمعتكم هون منشان أعزمكم على الغداء عنا بالبيت، ها منشان عليا ترتاح بوجود سامية. أهلا وسهلا فيك. شكرا. وانا موافق جدا بس عندي شغله ضروريه لازم اسويها. نلتقى بالبيت شو رايكم؟ ماشي يلا على اذنكم. مع السلامه. Thank you.
اهلين صدري اهلين، اتفضل. نيت احلى وسهلا. خالي انا اجيت بكير لانه في موضوع ضروري بيني وبينك لازم. خير ان شاء الله، تفضل يا ابني تفضل. نيت اهلين وسهلين. خير ان شاء الله. الله يجعلك بخير. خالي انا اجيت مشان موضوع البيت. بيت؟ انو بيت؟ مشان قصة بيع البيت. هي سامي قالت لك يعني؟ هلا انا صرت واحد منكم وفيكم، صح ولا لا؟ صح، بس يعني لا بس ولا شيء. خالي انا كنت موفر قرشين للعرس ونحن لهلا ما تكلفنا شيء. فرجاء خديهم تصرفي فيهم، نكتب كتابنا هلا لبين ما يفرج الله. لا يا ابني اعوذ بالله، انا الحمد لله. هلا لو انا كنت محتاج وانت معك مصاري تعطيني ولا لا؟ طبعا، بس يعني يا ابني رجاء خديهم. خالي انا مثل ابنك، والابن بيكون مع امه لما بتحتاجه مثل ما بتكون معه لما بيحتاجه. هذا اذا بتعامليني مثل ابن. ها شو استاذ دويل؟ بلاقي سبقتنا لهون. اهلين سامي. شو ماما؟ ها بيظهر في حديث سري؟ اسرار بيني وبين حماتي، عندك مانع شيء؟ لا ما عندي مانع. بالمناسبه بدي اعرفك على ضيفه عزيزه كثير. تفضلي عليها. اهلين اهلين حبيبتي. اهلين عليا رفيقتي ماما. اهلا وسهلا عليا. تفضلي يا بنتي تفضلي. اهلين وسهلين. هذا شو؟ هي اول مره بسمع منك اسم رفيقتي. ايه بس بتجنن. مين بتجنن؟ والله انت واخوك رح تجننوني. الحقيني ساعديني بالمطبخ. حاضر. ساميه نسياني انه عندك امتحانات؟ اوف هلا ضروري تذكرني. لازم تنجح يا مو، اوعى ديري بالك. هو انت ابو حميد؟ لا انا، لا تخافوا علي بنوم، اعتبارا من اليوم معسكر بالبيت للفحص. شو رايك عليا؟ طبعا، مو هيك اتفقنا من امبارح؟ حلو، معناتها كلكم رح تعسكروا للفحص وانا رح عسكر لانهي مجموعه قصص جديده برشكي. ليش شو عم تكتب؟ مجموعة يا بتحطني على بساط الريح ككاتب يا اما بتخرب بيتي. حلو، انا رح اكره روايتك الميمونة قبل ما تخلص. لا اختي لا، اللي رح ينخرب مو بيتكم اللي بدكم تسكنوه، قصدوا البيت الثاني. مزبوط. شو سيد لؤي؟ عندك بيت ثاني؟ ريح ريح علق علق. Thank you.
الأول الأول بارك إيدي. عن جد عم تحكي؟ مبروك، ألف ألف مبروك. الله يبارك بعمرك، سنة واحدة وبصير الدكتور أحمد الغنام. لك إيه عن جماعة الناس علينا شباك؟ يا الله شو وشك حلو علي. ما بدك توصلني على الجراج؟ يعني معقولة هلأ تسافري وما عاد شوفك لسنت الجاي؟ شو ساوي؟ صلي ست أيام مستنية مشان نتيجتك. طيب أجلي هالسفرة بس يوم واحد. ما بقدر، صدقني ما بقدر. أنا بتمنى أضل، أكيد رح تقدر ظرفي وما تزعل. يلا أمشي، تأخرنا على الكرنك. يلا أمشي. يا ابو احمد شلون فتت وما حسينا عليه؟ نقصنا لك امك. شبك احمد؟ طلعت النتيجة؟ سقطت يا احمد؟ احمد سقطت. امي ما عاد اقدر امثل اكثر من هيك، نجحت يا عمي نجحت. نجحت يا روح. امي مو بس نجحت، مو بس نجحت وطلعت الاول كمان. كنت رح توقف قلبي. الف الحمد والشكر لك يا رب، الف الحمد والشكر لك يا رب. ساميه ساميه بتعي صلغتي، خلي الفرح يفوت لبيتنا. ما بعرف يا امي بس كرمال خاطرك ها. لا 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 الف مبروك ابو حميد، الف مبروك. شوي ابو حميد ابو حميد، من يوم ورايح لو سمحتي بتعيطي لي دكتور احمد. ايه بلا مبالغه دكتور الا سنه. ايه مثل بعضها. تركي هلا سامح، تعا تقبلني تعا يا روح امك تعا. ايش؟ انت كنت شكل لك يا عم. مبسوطه يا امي؟ هذا اجمل يوم بحياتي. روح الله يجبر بخاطرك. زرعت الفرح بقلبي. عمري ما رح انسى لك هالمعروف. نعم. وهون بيت فايز؟ بلا هون بيت فايز خير. عرفتيني يا ام فايز؟